كالعادة نبدأ مع حضراتكم يومنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، وأهم هذه الأخبار هو الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها. ووجه سيادته بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة وكمان باقي البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصة تطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وده علشان تعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير هذه البحيرات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد محمود توفيق وزير الداخلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها، وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، وذلك لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها. وقد تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة من خلال محاور عدة رئيسية تشمل الجوانب البيئية والثروة السمكية والنقل البحري والسياحة والبعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد لضمان تجدد المياه داخل البحيرة من مياه البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تحسين جودة المياه والوضع البيئي بها، إلى جانب تنفيذ أعمال الحماية وتطهير البواغيز، بالإضافة إلى إنشاء الكباري على مصبات المصارف عند تقاطعها مع جسر البحيرة، فضلا عن تكريك جزء كبير من المنطقة وأيضا أعمال التطهير وإزالة التعديات وغيرها من المشروعات التي ساهمت في تطوير وتنمية البحيرة. كما تم عرض مقترحات تطوير واستغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة والتي تستهدف الحفاظ عليها وتحقيق التنمية المستدامة لها، وما تتضمنه تلك المقترحات من إجراءات تتعلق بتعظيم العائد من استغلال البحيرة سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو العمرانية أو الاجتماعية أو السياحية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأعمال البحرية والتنموية. معهد المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة نظم دورة تدريبية مشتركة مع الجانب الأمريكي في مجال التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية والصاعقة والمظلات وعناصر من المهندسين العسكريين لكلا الجانبين، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. كمان القوات المسلحة نظمت زيارة ميدانية لوفد من دولة تنزانيا لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف الحمام بمشروع الدلتا الجديد، واستمع أعضاء الوفد لشرح مفصل عن آلية العمل بالمحطات ومراحل عملية التحلية والمعالجة للمياه، وده في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات. امبارح كمان افتتحت إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة فندق القوات المسلحة بالعصافرة، وده بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل لكافة المنشآت اللي بيتضمنها الفندق واللي تمت وفقا لأحدث المعايير الهندسية والفندقية المتطورة. المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني نظمت حفل زفاف جماعي ل 120 شاب وفتاة بمجمع ساحات بشاير الخير في محافظة الإسكندرية، والحفل حضر وزير الشباب والرياضة وأيضا قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات المسلحة والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة، وده جه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع العبء عن كاهل الشباب
وبالتزامن مع الاحتفالات بذكرى ثورة 30 من يونيو. وزارة الداخلية نشرت فيديو امبارح بيوضح أبرز القضايا اللي تم ضبطها في مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع، وكمان قضايا التموين والغش التجاري والتلاعب بالدعم. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 48,406 قضية تموينية متنوعة، من بينها 119 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 5,156 اسطوانة، وضبط 76 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,583,841 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 219 قضية بيع سلع تموينية مدعمة في السوق السوداء بمضبوطات بلغت أكثر من 88 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 54 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 24.5 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 11,124 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت قرابة 1,174.5 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط 77 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 390 طن سلع استراتيجية، إضافة إلى ضبط 9 قضايا في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 146 طن. كما تم ضبط 255 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت 2,110 طن و582 كيلوغرام أقماح. كما تم ضبط 18,623 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 183.5 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 770,930 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 17,155 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 810 سائقا منهم. كما تم المرور على 1,037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1,948 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 12 حالة. كما تم فحص 1,718 مركبة وتبين صلاحيتها جميعا. كما تم رفع 1,647 سيارة و190 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 54,722 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 7,187 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 8,543 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 15,229 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 17,940 مخالفة ملصقات وضبط 383 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية.
وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 363,503 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 312,251,392 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1181 قضية، من بينها 699 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 482 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 8228 نسخة من كتب بدون ترخيص وكتب روائية وأدبية وملازم دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 235 قضية بقيمة مالية بلغت 740,768,451 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 6637 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 6,998,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 24,869,227 جنيها. كمان امبارح نشرت وزارة الداخلية فيديو بيوضح تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لاستكمال أداء مناسك الحج. عادة الروح لمكة المكرمة بعودة زوار البيت المعمور بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا، حيث تواصل فنادق حجاج القرعة استقبال الحجاج القادمين من المدينة المنورة، وتتميز تلك الفنادق بقربها من الحرم المكي الشريف، فهي على بعد خطوات منه وتتزين بالأعلام المصرية ليسهل التعرف عليها. يستقبل الضباط الحجاج وتنتهي إجراءات التسكين والتي تتم إلكترونيا في دقائق معدودة، بعدها يتوجه الحجاج إلى غرف الإقامة. سكنونا واحنا لسه في الاتوبيس، يعني كل واحد عارف حجرته وعارف الدور بتاعه وعارف مكانه فين بالظبط من قبل ما ينزل من الاتوبيس. نقدم كل الشكر والامتنان للبعثة المصرية على المجهود اللي هي جاية بيه معانا ومش سايبيننا لحظة بلحظة، على مدى اللحظة الواحدة مش الدقيقة، اللحظة الواحدة، وكل طلباتنا وكل مشاكلنا. والله الحمد لله احنا شايفين الخدمات فوق الممتاز، والحمد لله الفندق قريب من الحرم. داخل كل فندق غرفة يتواجد بداخلها أحد ضباط البعثة للإجابة على استفسارات الحجاج وتذليل العقبات أمامهم في إطار حزمة التيسيرات المقدمة لهم تمهيدا لأداء مناسك الحج. والحقيقة يعني مجهود جبار جدا جدا، وبصدق أقسم بالله احنا جايين وجايين من الحرم، مجهود جبار جدا بيعملوه عشان يريحوا حجاج مصر. فيه اهتمام جامد، وبقول طلباتكم ايه، وبصراحة من ساعة احنا ما جينا الفندق واهتمام جامد بينا، حتى الشنطة الايد كان عايزين يشيلوها مننا كده ويوصلونا بها لغاية الأسانسير ووصلونا بها لغاية الأوضة كمان. ارتياح كبير بين حجاج القرعة لجودة فنادق الإقامة وقربها من المسجد الحرام، وما يقوم به ضباط وأفراد البعثة من جهود ليتمكنوا من تأدية فريضة الحج في سهولة ويسر بالتنسيق مع السلطات السعودية. المقابلة كانت كويسة جدا، الخدمة هنا كويسة جدا، البعثة الطبية ممتازة، يعني موفر لنا كل حاجة بصراحة، مفيش أي حاجة نقصانة خالص، وكل حاجة متوفرة وتمام التمام. ونشكر
السلطات السعودية والمصرية على حسن التنظيم. يحمل الجميع من ضباط وأفراد بعثة حج القرعة على عاتقه أمانة ومسؤولية خدمة ضيوف الرحمن، أيام قليلة تفصلهم عن الوقوف بعرفة يقضوها في تنظيم وترتيب أمور الحجيج لضمان الراحة لهم في كل مراحل أداء المناسك. أما في جولة المحافظات فكان في مجموعة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، واللي منها الإعلان عن بدء إنتاج الكاوتش المطاطي بالمنطقة الصناعية خلال 15 يوم في بورسعيد، وانطلاق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر، وإتاحة 500 منفذ لبيع السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، وأخبار تانية هنتابعها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح، أبرزها في بورسعيد اللي تم فيها العمل على تطوير المنطقة الصناعية ببورسعيد واللي بتضم عدد كبير من المصانع، بينهم مصنع إطارات الكاوتش اللي هيبدأ في إنتاج الكاوتش المطاطي خلال 15 يوم لتقليل فاتورة الاستيراد. في محافظة الجيزة تم إتاحة أكثر من 500 منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، ده بالإضافة للمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في العديد من المناطق للتيسير على المواطنين في الحصول على السلع الغذائية بأسعار مناسبة. في الأقصر أوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين إن المحافظة بتشهد استقرار للحالة التموينية بالأسواق والمخابز والمحلات التجارية وكافة الأنشطة المختلفة، وقال كمان إنه تم صرف 78.6 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2.6 مليون رغيف في اليوم. امبارح حصل لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في البحر الأحمر على 10 ميداليات ذهبية وفضيتين في بطولة الجمهورية للتايكوندو واللي أقيمت فعاليتها في محافظة الأقصر. كمان في محافظة البحر الأحمر النهاردة هتنطلق القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة في قرى المحافظة عن شهر يوليو، وأول قافلة هتكون في مدينة مرسى علم وتحديداً في قرية الشيخ الشاذلي، وهتستمر لحد يوم الجمعة اللي جاية. النهاردة في محافظة القاهرة هيتم افتتاح معرض تسويق منتجات قرية الفواخير لدعم الحرفيين والعاملين في صناعة الفخار. المعرض مستمر لمدة 3 أيام أمام الجمهور بالمجان.